إلى الشأن السوري مشاهدينا الكرام، حيث بدأت قوة سوريا الديمقراطية صباح اليوم عملية تحرير مدينة الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش الإرهابي. وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن العملية بدأت من الجهات الثلاث شمال وشرق وغرب المدينة، مشيرا إلى أن الهجوم من الشمال استهدف قاعدة عسكرية تابعة لعناصر التنظيم. من جانبه أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي أن التحالف يلعب دورا كبيرا في هجوم الرقة بضربات جوية وقوات على الأرض إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. لمزيد من المتابعة من دمشق معي علي مقصود الخبير الاستراتيجي. سيد علي، أهلا بك. يعني آخر التطورات الميدانية الآن مع بدء قوات سوريا الديمقراطية هذه العملية العسكرية لتحرير مدينة الرقة. لا شك بأن إعلان التحالف الدولي عن بدء تحرير معركة الرقة وأيضا إطلاق تصريحات باسم الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية تشي بأن هناك عملية من قبل هذه القوة لتحرير مدينة الرقة. نعم. أنا أقول بأن هذا الإعلان جاء بعد أن رسم الصورة على الجبهة الشرقية كل من الجيش العربي السوري والقوة الرديفة والحلفاء على ثلاثة محاور من هذه الجبهة. الجبهة التي تحدثت عنها وهي موضوع الرقة، فالجيش العربي السوري يوم أمس سيطر على مسكن المعقل الأخير للدواعش في الريف الشرقي من حلب، والتي تقع مباشرة على ضفة الفرات وتتصل مباشرة بمطار الطبقة وبالطبقة، وأيضا تقع مباشرة بالقرب من المنصورة التي تقع إلى الغرب من مدينة الرقة حوالي أكثر من 35 كيلومتر. أي أن الجيش بهذا الإنجاز وإنهاء كل القرى والبلدات في الريف الشرقي لحلب وفتح الطرق أمام الجيش العربي السوري باتجاه الطبقة وباتجاه الرقة مع قطع كل طرق الإمداد والتحرك أمام الدواعش أو أي قوة أخرى باتجاه المواقع الأخرى لكي يستهدفها أو يتم التنسيق لإخراج الدواعش كما حصل منذ أسبوع عندما وصل الجيش بالمحور الجنوبي إلى معبر التنس إلى المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي على سلسلة تلال المحدد. أمريكا هي من أصدرت الأوامر للدواعش أن يخرجوا من الزاوية الجنوبية، ولهذا أنت تتحدث بأن قوات سورية الديمقراطية تطوقها من الشرق ومن الشمال ومن الغرب، لأن يعني الباب أو البوابة والباب الجنوبي تركوه لكي تخرج الدواعش وتستهدف مواقع الجيش العربي السوري إن كان على محور تدمر أو في الريف. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. عفوا عذرا لضيق الوقت، لكن من دمشق حدثنا علي مقصود الخبير الاستراتيجي.